والزبون في خطر والزبون في خطر والوقفات المرة الجاية ما غاديش نبنيو على السيارات اللي مضروري غادي نجيبو حتى السيارات نخبرو كلشي حنا ما بغيناش كلشي يوقف حنا هي تكون واحد 200 تاكسي 300 تاكسي لهذا الشارع هذا والرأي العام حتى هو يعرف بأن هذه الشركة هذه راه مخلويضة هذا هو اللي بغينا نقولو هنايا بأن نصبط عليكم فهمتي هذا هو عليكم رئيس اخواني يلاه لا والو السيارة يركب فيها يلاه السلام عليكم يلاه شكرا قناة الأصوات معكم مكتب النقابي تاع سيارة الحجر الخامس السادي اليوم جينا أمام شركة ديال رونو كنحتجوا على واحد المشكل اللي هو الماكلة ديال الزيت في المحرك الماكلة تاع الزيت في المحرك اللي هو الموتور السيارات هادو اللي خرجناهم دوبل في ديال الموديل ديال 2022 لقينا فيهم واحد الاشكال اللي كانت السيارة كتاكل الزيت لهذا الاخوان فاش خبرونا جينا حنا توصلنا لهم مع الشركة وخبرناهم وداروا معنا اللقاءات ثلاث لقاءات اللقاء الاول والثاني والثالث على اكبر مستوى عندهم نفس في الشركة الا انه كنا صدمنا بواحد الاشكال هو انه سي مسيرو دغري اللي هو المدير ديال الشركه الكبير والباترون كاع فيهم هذا وما دار هذا كانوا في العمره طلبوا منا على اساس انه راه ما كاينينش حنا حتى حنايا قلنا ما كاين مشكل لان عرفتوا حنا من مراكش بالضبط كان نسرو كانوا يساعدوا قالوا لنا تيجيو من العمره بقينا تسنينا جاوات الناس من العمره بقينا كنتسناو ما كاين والو مع الشاف ديال لاتولي يعني الشاف ما كيتش يقولوا هما سميتو الشاف لاتولي وما مشينا بالتدريج من من من, من الصغير للكبير للكبير كاع اكبر مستوى عندهم ديك ذاك النهار ديك الوقيته الا ان الشكل اللي بقى لنا هو مسيو الدري كان في العمره اللي جا من العمره ما 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 يعني ما تحت ما استدعانا تحت ما سميتو هاد السياره هادي كما جلسنا معاهم قال لك راه عادي باش تاكل الزيت في 2500 كيلومتر الاولى غتاكل لكم كل نص سيترو في 1000 كيلومتر يعني غتاكل لكم جوج لتر ونص في 2500 كيلومتر قلنا ما كاين مشكل ملي بقينا كنتحاوروا معاه قال لك راه بلاتي تربي كتربي الكاركير مشينا معاهم فاطمه غير جات الكاركير حنا درنا بحال دوك الحوايج تاع قلنا ما كاين مشكل احنا خدامين ولكن ملي جا مسيو دغيري وما عيطوش عندنا وبقاو السيارات يعني في نفس المشكل تياكلوا الزيت ولينا الاخوان ارتاحوا باش يديروا هذه الوقفه هذه لانه حنايا هذه الوقفه درناها ماشي من اجل الوقفه ولا باش نشوات الناس ولا سميتو لا درناها من اجل هاد المساكين هادو لان الاغلبيه ديالهم هاد السيارات ولا شاتينهم بالكريزي الاغلبيه ديالهم هما الشراء كيعرفوا حتى الكريزي كيدوزوا على يجيهم للشركه ديال البنكه لهذا كنطلبوا منهم يحلوا معنا هذا المشكل هذا وكنطلبوا منهم يديروا معنا واحد المحضر على اكبر مستوى يديروا معنا محضر هذا المحضر اللي هو يعطيونا الحقوق ديال توفر فيه الحقوق ديالنا وكما قلنا راه كاينه عندنا الكارونتي فيه 200000 كيلومتر وعندنا عامين ديال الكارونتي يعني الى 200000 كيلومتر الى ضربناها راه مشى لنا الكارونتي يعني بحال كنقول كاين واحد الطماطو تيفوت لنا الكارونتي حنا اليوم جينا هنايا على داسيا لان بعث لنا هذه السياره هذه اللي كتستهلك واحد الكميه كبيره من زيت المحرك هذا زيت المحرك هذا كيستهلك الموتور كيستهلك 4 لتر ديال الزيت ديال 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 الموتور لهذا حنا كنكملوا المسؤوليه للشركه وتحل لنا هذاك المشكل ديال هذه السياره هذه حنا وضعنا فيها ثقة من واحد سنين هادي ولكن دابا راه ولات الهزالة في هاد النوع ديال السيارات اللي هو داسيا 2000 موديل 2022 اللي حقيقة سيارة غالية على المستغلين ديال سيارات الأجرة والمشكل اللي هو اللي قلق المستغلين وسائقي سيارات الأجرة بهاد المدينة مدينة مراكش
هو الكون ديالو كيستهلك زيت المحرك. فسيارة كتستهلك زيت المحرك فهي سيارة غير لائقة باش تكون سيارة أجرة، وهي ليست بسيارة اقتصادية أكثر ما هي سيارة كتستنزف جيوب ديال السائقين وجيوب المستغلين. وشكرا لكم، ومن هذا المنبر هذا كنحيي جورنال أصوات على هاد الوقفة اللي جا. شنو المتطلبات ديالكم؟ المتطلبات ديالنا نعم سيدي، هي أن هاد الشركة هادي توفي بالعهود ديالها، الوعود ديالها، وتقد العيب اللي عندها في السيارات، لأن هذه الوقفة اللي درنا دابا هذه الوقفة إنذارية، ومن بعد منها راه كاين وكيل جلالة الملك وكاين المحكمة التجارية، لأن احنا غادي ندخلوا معاهم، غادي معاهم إيطاب باغ إيطاب، إلا احترموا الشروط واحترموا الزبون يتحملوا مسؤوليتهم، ما تحملوهاش راه كاين القانون وحنا راه في دولة القانون. احنا الإخوان احنا من الناس المستغلين ديال هذه السيارات الأجرة داسيا ديال 2022. المهم جينا وشرينا وتحملنا جميع المصاريف والمسؤوليه، ولكن في الاخر تنكتشفوا ان هذه السياره غير صالحه. علاش؟ لانها تاكل الزيت بواحد الصفه ما تتصورش. تصور تدير 6 يترو تتلقى حتى ديال البيضون تلقى 4 يترو مشات، باش تمشي 4 يترو اذا راه كاين شي مشكل. حنا علاش بدنا هذه السياره؟ بدنا هذه السياره باش نتهناو، ماشي باش نجيو عاوتاني ندخلوا للمشكل. احنا قلنا شرينا سياره جديده باش نرتاحوا وتزابو يكون مرتاح وتمشي الامور مزيان، لكن احنا اليوم دروكا ما باقيش، احنا ولينا واقفين ما تخدمو ما خداميش، احنا ولينا مشطونين، تتكون ناعس وتتفكر في هذه المصيبه وتتقول الله يسلمك بخير. هاد الناس نهضروا معاهم، راه قاعدين يتمطلوا علينا، رايت ما نخرجوا من الكارانتي ويرميونا للبحر كي تيقول المثل، نؤمن منك الواد، وهذا الشيء اللي عطى الله، وتتمناو هاد الناس يتحملوا المسؤوليه ويديروا معنا، وحنا راه ما غاديش نوقفوا هنا. حنا راه كاينين مسائل، راه الحمد لله راه كاين محامين وكاين القانون، وغادي ندخلوا معاهم للمحكمه حتى يسميتو، وتنطلبوا الناس المسؤولين خارج المسؤولين ديال السياره، الناس اللي تيشوفونا وتيسمعونا يقفوا معنا، لانه راه حنا مكرفسين، راه حنا مكرفسين، الشيفور مكرفس، وحتى ولادنا راه كرفسهم لينا. والسلام عليكم. واش هاد الملاحظه، هاد الملاحظه هادي واش لاحظتوها فاش يلاه كتخدموا السياره ولا معتدات واحد وصرف النظر؟ هاد السياره لاحظنا، الانسان حيت يشري واحد طوموبيل دوبليو في، اول حاجه تيتهنى منها هي التقلب ديال الزيت، تيقلبها مره شحال، لانه تيكون مرتاح، تيقول انا راه عندي طوموبيل جديده، لانه احنا بعنا القديمه على هاد المشكل ديال الزيت. لكن حيت جينا كملت 10000 كيلومتر وجينا نبدلو الزيت، تلقاو جوج يتروت الزيت اللي كاينه في سميتو، راه يلاه تيسترها، وشحال من واحد راه وقعوا عليه مشاكل على ما تيعاودوا الدراري، وهذا الشيء اللي عطى الله. يعني دابا اللي بتوصل للمشاهدين هو الفيدونج الاول او الثاني ديال السياره بعد ما تخرجتوه، الاول ديالها 4 يترو جوج يترو تمشي، بين 3 حتى 4 تمشي. المثال ديالنا هو هاد الناس يلتزموا معنا ويتحملوا المسؤوليه، لانه هادي راه شركه ماشي اللعب، راه حنا عطينا فلوس، وحنا راه حنا ماشي بحراء اول مره تنتصرفوا معاهم، تنتصرفوا معاهم سنين وسنين، ولهذا تنطلبوا معاهم يكونوا معنا رجال كما تنقولوا بالمثل المغربي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.